السلام عليكم خوتنا أحبابنا لهم يسمعوا فينا. إذا كش واحد يسمع فينا الله يجازيكم يدير لنا ان بيتي كوكو. إذا كش واحد يسمع فينا يقول لنا السلام. ياسين خويا، رسيم، حورية، علي، عبد اللي، كريم، جمال، نسيمة، موح، ياسمين، ايت كوريت، موح، علي، جميل. بون فيديو خفيفة كوم دابيتود، ما نطولش عليكم، ما ناخذكمش بزاف وقت. حبيت نسي نعاود ندير لكم في هذا اللايف ابخي لو لايف هذايا، نسي نعاود ندير لكم اون فيديو قديمه اللي درتها يا ان بوتي مومون، وين هضرت على ليكول ناسيونال دادمينستراسيون لينا الجيريا. لينا الجيريا خاوتي وين الوزير الاول ايمن عبد السلام a participé à la dernière qui me comme sortie de la dernière promo à l'école nationale d'administration. Ibn Abdelrahman barakallahu fik khoya miyoufi khouti ana, je vais être honnête avec vous, la belle comme belli la chaîne hadiya, c'est la chaîne de l'honnêteté, ma kach tmeskhel, c'est-à-dire ma nqadouch tmeskhlou la nahdrou fi sujet wala nqoulou haja mliha كي تكون مليحه، ولا نقولوا حاجه ماشي مليحه كي تكون ماشي مليحه. فو اتر كلير اي نيت بريسي. المدرسه الوطنيه للاداره لازم تغلق، لازم يغلقوها ويحبسوها خاوتي، وان اوكان ايفي سور لالجيري نوفيل، ولا اوكان ايفي سور لو موند اونتي. وعلاش بنقطه يعني بكل بساطه بلا ما نجبدوا كيما يقول لكم ولا نقعدو نهضرو بيناتنا بوندون دي زور، تو سامبلومون باسكو ليكول ناسيونال دادمينستراسيون لينا اللي كاينه في حيدره بين حيدره وبين عكنون ماشي بعيد على 5 جويي، الناس اللي تعرف السيكتور هاد ليكول هادي اقتبسها النظام الجزائري ليكول تو سامبلومون ليكول ناسيونال دادمينستراسيون لينا فرونسي. لازم تحبس لينا فرونسي. دارها الرئيس دو غول في واحد الوقت لإعادة بناء فرنسا، أن بلو ليو داتر. لازم لينا هادي اللي تخرج لي ميم زيتوديون لو ميم بروفيل اللي عندهم لا ميم لين دو كوندويت وتخرجنا إطارات سامية ما عندها أوكان ليو داتر. خاوتي نقولها لكم ديريكتومون. وعلاه؟ باسكو انجلترا ما فيهاش ليكول ناسيونال دادمينستراسيون، ال برون لي كومبيتونس دون تو لي بروفيل. المانيا ما عندهاش ليكول ناسيونال دادمينستراسيون، ال برون دون تو لي بروفيل. امريكا كيف كيف، كاين غير فرنسا والجزائر اللي عندها المدرسه الوطنيه للاداره. لازم هاد الشيء يحبس خاوتي، باسكو ما عندها اوكان افي وراح تجيب لنا مشاكل واقتباس فرنسي. والسلام عليكم.